شاف معنا ومن بعد قالنا نسمو السكان وروحو دونك بعد نهضر معاكم ما دزلنا قرار هضر معنا ما والو زدنا توجهنا شاف الدايره قالنا دوك ندير لكم رونديفو رحنا ليه صافي دوجور درنا رونديفو عندو ومن بعد واش قالنا يقولنا ما عندي ما ديرهم ما عندهم رخصه البناء ما عندي ما ديرهم انا ما نقدرش نلغيهم قلنا له عطينا حقنا في الطريق قالنا ما عندي ما ديركم قلنا له علاه عطيتونا المطابقه قال ما عندناش حق في الطريق علاه عطيتونا المطابقه يا خي هذو هما اللي تبناو الاولين قالنا انا ما كنتش هنا ومانيش انا المسؤول والاخر هما عندهم مسو سكتنا هما عندهم رخصه البناء قالنا واش نقدر ندير لكم بتات نهضر مع لوبيجي ونتفاهم معاه انا ميابل باش كيش ما يخلي لكم الطريق وليت انا النائب رئيس البلد الدائره باش ندي البلون تاعي كان عنده كي وليت لي نهضر معاه واش يقول لي قلت له انايا منين يجيني الاخر منين يدخل لي انا سياره الاسعاف ولا منين يدخل لي لو بومبي ولا منين دوكا ازمه الماء منين نجيب الماء منين نجيب الماء قال لي عقبي من هي من الكوتي الاخرى قلت له صافي صافي نعقبوا على الصالون تاعي ونزيد نعقبوا على الشمبره باش يعقب لي انا الكوزينه قال لي ما قال لي امين يجوا هذا الطريدوار ديروه طريق قلت له صافي ندير انا طروطوار طريق باش ولادك كي تجي طنابيل تكراسيهم او قال لي من بعد واش كي واش يوصلي او قال لي هذا ليسباس فيرك اللي تعرفي البلديه تاعنا او بيتيت بركي نحيوه لكم يديروه لكم الطريق انا ما نقتنعش بهكذا انا نحوس انه هو يدير لي طريق مخصصه ليا يقول لي لا اسباس فير لا والو رحت نشاور له رحت للاخرى الهيئه التقنيه في البلديه واش يقول لي قلت له وري لي رخصه البناء انت حاب باش تشوف السلطات هذيك قال لي ما عندكش الحق تشوفيها قلت له وري لي البلوند ماس نتاعي تاع دياري انايا قال لي ما تحرق لنا فهمت قلت له البلون الاخر راني شفته وعندي واش يوصلي او قال لي انا نسكن في البرج وعندي 50 باش نروح للطنابيلي 50 متر انا هذا مش شغلي هو في يسكن في البرج وعنده 50 متر قلت له ويوصلي هذو الباطيمات اصلا نهار تبناو على خطا تبناو على خطا فهمت يوصلي هذو تبناو على خطا وانت يا الاخر قلت له انا هذه مش مشكلتي انا مادام عطيتني شهاده المطابقه وراهي طريقي نورمالمون انت اللي تحميني انا جاهله في القوانين انت اللي تحميني الاخر حقي في الطريق انت هو مختص في هذه الهيئه وانت اللي تحميني او قال لي ميم تروحوا للعداله ما عندكم ما تربحوا لا خاطركش هذه طريقه راهي بريفي هذا الارض راهي بريفي ماهيش ارض بريفي انا على بالي في القانون باللي عندي حق في المرور اعطيني حق في المرور ويبني على روحه هذا وحش نطالبوا حنا انا يعطيني طريق
طريقي منين يدخل لي الاسعاف وشي وسيله ثاني. قلت له لي بومبي منين يدخلوا كيجي لحري او قال لي يفوتوا على الطريطوار. هذا الطريطوار يفوتوا عليه ها واش دار صافي انا كاين الغاز كاين الماء كيف يفوت على الطريطوار هو باش المهم كيف يفوت على الطريطوار ها شوف ها واش جاب ها ولادك دوكا صافي انا على جالو غير انايا البنيه تاعي القديمه. احنا يا السيد الرئيس نطالبوا بالطريق تاعنا هذا ما نطالبوا يبنيوا على رواحهم يعني هي من المفروض راهم كاين بزاف الباطينات يعني من المفروض يخليوهم هنا مساحه خضراء لولادنا يستريحوا. مام ولادنا ما عندهمش هنا شوف كلش باطينات احنا بس احنا كان ما قدرناش يغيروا المشروع احنا نطالبوا اهم طلب لينا هو الطريق خلينا الطريق تاعنا باش نمشي. هذا علاه نحوسوا انه يخلي لي طريق انا كمواطنه جزائريه ما عندي الحق في الطريق بابي جاي منا عندي الحق في الطريق. قالوا لنا ستاسيون ما معليش انا ستاسيوني من هي بس حط الطريق باش نمشي ونسيركيلي ما عنديش. هذا واش نطالبوا كلش ما واحد يحب يهضر الصحافة ونجوها رئيس الجمهورية ونجوها وزارة السكن مويت اضطرنا هنا ما حين نروح للعدل. خلاص حلوة اصور ميك بسم الله الرحمن الرحيم. اما فيما يخص السكنه تاع لوبيجي اللي قرب من السكنه تاع المواطنين اللي دخلوا وجاو ويحوسوا على مساحه خضراء بالنسبه لاولادهم ويحوسوا على مسافه تربطهم ما بينهم وبين العماره اللي راح تنجز امام العمارات نتاعهم. فانا بصفتي كرئيس مجلس الشعب البلدي تدخلت وان شاء الله غدا الاحد ساتكلم مع مدير روبيجي تاع برج بارانيش ونطرح الانشغالات نتاعنا مع رئيس الدائره ومع المدير ومع المدير دو كراج ونشوفوا الحل المناسب اللي يكون ان شاء الله لصالح الجميع. نحن نعمل دائما بالتراضي مع سكاننا وهذا شعبنا احنا واحد منهم ونعملوا باش تكون ديما طريقه سليمه اللي ترضي الجميع. نحن دائما في خدمه الجزائر الجديده وشكرا.